مش كورونا اللي هتوقفني ابدا. لا 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 ست، احنا بناكل فسيخ وبصل، انت بتهزري؟ كورونا مين يا ام كورونا؟ طيب كورونا تيجي تعي، احنا مصروة، احنا اللي هنجيب كورونا للكورونا. مش مؤثر خالص، ما احنا كلنا متواجدين ومبسوطين. وبعدين ده احنا اقل بلد في العالم، يعني مفيش، ما اكتشفوا حالة وبعد كده قالوا 12 حالة كانوا على مركب، يعني ما كانوش جوه الاقصر. انا مفيش، انا بحب الكورونا باللبن وبحب الكورونا بالملبن بس. بتبرع ب 2 مليون جنيه لصالح وزارة الصحة لمقاومة كورونا. مش لازم نسلم، مش لازم نحضن، مش لازم نبوس، مش لازم نعمل الكلام ده كله، عشان الكلام ده كله بينقل المرض. اخرنا يعني السلام عليكم، وعليكم السلام، الكلام ده كله حبيبي. عامل ايه؟ عامل ايه؟